على مدار التاريخ ومنذ نشأة الوعي البشري نعرف إن البني آدمين أو الثدييات حتى بوجه عام جنسين، ذكر وأنثى، مش كده؟ في بعض الحالات بيكون في حالات مرضية، مثلا بيعرف بالهيرمافروديت أو الخنثى، بيبقى عنده لخبطة في الأعضاء، أو في حالة تانية بيسموها جندر ديسفوريا، إن الطفل بيبقى مش مستريح في جنسه، عنده أعضاء ذكر لكن هو لا يشعر إن هو ذكر. ودي بتبقى 1 في 10,000 وفقا لمعلوماتي، وبتتحسن مع الوقت، بتبتدي تظهر في الطفولة وبتتحسن مع الوقت بدون تدخل طبي. ده على حد معلوماتي، طبعا مش دكتور يعني. إلى أن مؤخرا في آخر 15 سنة ابتدينا نسمع عن حاجة، فكرة جديدة اسمها الجندر. يعني الجندر ده يختلف عن السكس. السكس يعني أنت ذكر ولا أنثى بالأعضاء بتاعتك، عندك أعضاء ذكر تبقى ذكر، عندك أعضاء أنثى تبقى أنثى. الجندر بقى هو التوجه الجنسي. وحاليا انت لما بتقدم في شغلانه مثلا بتلاقي ما فيش كلمه سكس في الابليكيشن، في ايه الجندر بتاعك؟ ميل، فيميل، اذر يعني اخر، او كاستم يعني حاجات رفض. دلوقتي احنا وصلنا ان في 88 جندر. فالجندر اللي هو التوجه الجنسي ده ملوش علاقه بالاعضاء بتاعتك، يعني انت ممكن يبقى عندك اعضاء ذكر لكن عندك توجه جنسي ان انت تبقى انثى، او ان انت عندك اعضاء انثى بس عندك توجه جنسي انك تبقى ذكر. وفي 88 نوع هنتكلم عنهم بعد شويه. لكن عشان نفهم موضوع الجندر ده لازم الاول نعرف ابتدى ازاي ومين وراه وايه فايدته، هل هو ايجابي ولا سلبي للمجتمع، وايه تاثيراته الاجتماعيه. وكمان في الاخر لازم تسألني سؤال منطقي، طب أنا مالي ومال الكلام ده؟ راجل عايش في مصر، كل يهمني مثلا سعر البصل، سعر السكر، مال أنا ومال الجندر والكلام ده؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي، لكن يكفي أن أقول لك إن في سنة 2007 كان في عيادة جندر واحدة في الولايات المتحدة، دلوقتي حاليا في 300 عيادة. طيب خلينا الأول نشوف هو الموضوع ابتدى إزاي. في سنة 67 في توأمين، بروس وديفيد. بروس عنده مشاكل في التبول، والدته ووالده أخدوه يعمل عملية عشان يعالج المشاكل دي، المشرط فلت من إيد الجراح، بوظ له العضو بتاعه. طب إيه الحل؟ مفيش حل. اكتئب الأهل جدا وفضلوا مكتئبين إلى أن شافوا في التلفزيون عالم من هارفارد، عالم في مجال السكسولوجي، علم الجنس، اسمه جون موني. ومهم ان احنا نقول ان السكسولوجي شأنه شأن علم الاجتماع، شأنه شأن الفلسفة، هي مش علوم طبيعية، شأنه شأن اللي انا بطرحه في القناة دي نفسها، هي مجرد اطروحات، والاطروحة تختلف عن النظرية، ثيوري وهايبوثيسز. الهايبوثيسز اللي هو الاطروحة بيبقى عليها قرائن لكنها لا يمكن اثباتها علميا، والعلوم الطبيعية كلها بتندرج تحت الثيوري، يعني الرياضات، الفيزياء، الرياضة، الفيزياء، الكيمياء، كل دي ثيوريز غير قابلة للنقاش ويمكن إثباتها، إنما الهايبوثيسز اللي هي تندرج تحتها الفلسفة وعلم الاجتماع والسيكسولوجي دي أطروحات، مش علوم طبيعية، علوم غير طبيعية، علوم إنسانية. فراحوا للدكتور جون موني، هو كان دكتور مش يعني طبيب، هو كان معه دكتوراه من جامعة هارفارد، وراحوا للدكتور ده لأن هذا الدكتور كان عنده نظرية إن مفيش حاجة اسمها ذكر وأنثى، وان الموضوع كله سوشيال كونستركت. واتكلمنا عن فكره السوشيال كونستركت دي قبل كده في حلقتين، ارجعوا لهم لاني بتكلم فيهم عن الافكار مهمه جدا، النسويه والمساواه والتسامح المدمر. طب هي الحلقات القديمه يعني تصويرها كان سيء شويه لان كنت بصور بكاميرا موبايل، لكن فيها معلومات قد تفيدكم. فهو شايف بيرى ان مفيش حاجه اسمها ذكر وانثى، وان كله سوشيال كونستركت، المجتمع هو اللي بيعمل الفرق بين الذكر والانثى. اكيد سمعتوا الكلام ده بيردده النسويات، بس خلي ده دلوقتي. طب ايه الحل يا عم موني؟ الموضوع بسيط، احنا هنعمل له عمليه، نشيل له العضو ونشيل له الخصيه، وانا هدي له هرمونات اساعده بالهرمونات، ولما بعد كده هنعمل له عمليه تانية نشقه ونفتح فيه عضو وخلاص. و nurture is more important than nature، يعني الطريقة اللي بتنشأ بيها أهم من النيتشر، من الطبيعة، زي ما قلنا social construct. مش مهم هو أصلا إيه، المهم إحنا هنربيه إزاي، هو المجتمع هو اللي بيحدد إذا كان ذكر ولا أنثى. لما يبدو طبعا إن الطفل بروس ده كان بالنسبة لجون موني فار تجارب، عاوز يثبت عليه نظريته إن مفيش حاجة اسمها
ذكر وانثى، وان الموضوع كله اسمه جندر، توجه جنسي، والتوجه الجنسي هو اللي بيبنيه المجتمع. لما وصل بروس 22 شهر عمل له العمليه وشال العضو بتاعه، وابتدوا يدوا له هرمونات انثويه، وابتدت امه تلبسه ملابس بنت وفقا لتعليمات جون موني، وابتدى يروح المدرسه وابتدى يتعامل على ان هو بنت. ولما طلع في البي بي سي بعد كده بيحكي قصته، بيقول ان هو كان بيشعر ان هو بهلوان، وكان ما بيحبش يلعب بالالعاب بتاعت البنات، وكان دايما ميال انه يلعب بالعاب الذكور زي الشاحنات والمسدسات، وان امه كانت دايما بتنهره يعني بتزعق له بناء على تعليمات الدكتور جون موني، وتقول له انت بنت مسترجله ولازم تغير سلوكك. فطبعا ابتدى الولد عشان بيتنمروا عليه في المدرسه يزود، يحاول يرقق صوته اكتر، يحاول يحط مكياج اكتر، يحاول يتصرف كأنثى اكتر، وده كان دايما بيخليه يشعر بالاكتئاب، وبيشعر ان هو بهلوان وبيكره نفسه. ده وفقا اللي هو قاله في المقابله الشهيره بتاعته على قناه البي بي سي، دوروا عليها هتلاقوها على اليوتيوب. ورغم كل مشاعر بروس السلبية اللي كانت بتبقى واضحة للدكتور جون موني لما كان بيروح له، مع ذلك هذا النصاب أو هذا الأفات ادعى إنه حقق أول انتصار علمي، وابتدى يعقد مؤتمرات ويطلع أوراق بحثية ويستضيفوه في التلفزيون على أساس إنه هو حقق أول انتصار علمي في هذا المجال، وأثبت إن الجندر is a social construct. على سن 13 أصيب بروس، اللي على فكرة بالمناسبة سموه بريندا، يعني أمه غيرت اسمه، نسيت أقول لكم سموه بريندا. أصيب بروس اللي هو بقى بريندا باكتئاب شديد جدا، فالدكتور قال ده طبيعي لأن لازم الهرمونات اللي بدها له مش كفاية، لازم بقى يبتدي يبقى أنثى حقيقية، إن إحنا نعمل له عملية ونشق له يعني يبقى أنثى. ف اتحددت ميعاد العملية، وفي اليوم ده هرب بروس اللي هو بريندا وطلع على سطح المستشفى وهدد بالانتحار، مش عايز يعمل العملية ومش عايز يشوف الدكتور ولا يروح له تاني أبدا. على فكرة أخوه ديفيد كان متورط في هذا الموضوع، لأن هو كانوا بيروحوا له العيادة هما الاتنين ويطلب منهم إن بريندا اللي هو بروس يمارس دور الأنثى وديفيد يمارس دور الذكر، كأنهم بيعملوا بروفات جنسية. فأخوه متورط في هذا الموضوع. على سن 14 عمل عملية بقى، استأصل الثدييين اللي كان ركبهم له الدكتور جون موني، وزرع عضو ذكري، وابتدى ياخد هرمونات ذكرية، وكتب كتاب عن قصته وطلع في المقابلة مشهورة جدا على البي بي سي. لكن للأسف القصة بتنتهي نهاية مأساوية، ان هو بينتحر واخوه كمان بيلحقه وينتحر. وزي ما قلنا هذا النصاب اعتبر ان اللي عمله ده هو اول انتصار علمي في هذا المجال. مين اللي تلقى في نظريته بقى؟ النسويات، حبايبنا النسويات والموجة الثالثة والرابعة وما بعدها. وكان من اشد الداعمين ليه سيمون دي بوفوار. طبعا انا كلمتكم عن سيمون دي بوفوار في اكتر من مرة، وقلت ان ليها كتاب مشهور اسمه الجنس الاخر. والحقيقة هي كانت شخصية مش عارف كلمة شاذة توصفها ولا لا، لان هي كانت بتشتغل مدرسة واترفضت، لان هي كانت من الداعمين وفقا لمعلوماتي يعني لحريه الجنس مع الاطفال، فهي تحرشت بطفله واترفضت، عملوا تحقيق معاها ورفضوها. فالنسويات وعلى راسهم سيمون دوفور تلقفوا هذه النظريه. ليه؟ عشان النسويات دايما عاوزين يقولوا ان مفيش حاجه اسمها راجل وست، وان الست ليها ظروف معينه او مش اخده حقها في المجتمع نتيجه السوشيال كونستراكت السيء بتاع ان المراه اقل من الراجل. فبالتالي تلقفوا هذه النظريه وتبنوها عشان ينهضوا فكره الادوار الجندريه او الادوار بين الراجل والست، وان احنا لازم نهدم هذه الادوار لان دي ده تخلف وده رجعيه، وان ما فيش حاجه اسمها راجل وست، وده بيقولوا النسويات كلهم لغايه دلوقتي بما فيهم النسويات اللي دخلوا علقوا في القناه. ما فيش حاجه اسمها راجل وست، ده اشياء بيعملها المجتمع. وكنت قلت لكم اكتر من مره، اول لما تسمعوا اي حد بيقول ما فيش فرق بين الراجل والست، الفرق بين شخص وشخص مش بين جنس وجنس، اعرف انه بعلم او بدون علم بيردد زي البغبغان، يعني هو يسار تقدمي وبيردد نفس السرديه
سواء كان فاهمها او مش فاهمها، وفي الاغلب في الشرق الاوسط هو مش فاهمها، بيبقى نتيجه عنف او قمع، فبتروح رايحه للناحيه الثانيه خالص بدون وعي، فاكره ان ده نوع من الحل. هنتكلم عن ده بالتفصيل لاحقا يعني في حلقه ثانيه. طيب طلعنا ايه بقى بنظريه من نظريه الجندر، ان يعني ايه وومن، يعني ايه مراه. المراه يعني اي حد يشعر ان هو مراه. وفي على الفيسبوك اللي هتلاقي اللينك بتاعه في البروفايل بتاعي يعني او البيج بتاعتي في الوصف بتاع الحلقه، حطيت لكم فيديو مشهور جدا عن واتس وومن، ايه المراه، لمات ويلش، وده اعلامي مشهور جدا. سأل سؤال بسيط جدا، راح لاحد علماء السكسولوجي زي جون موني كده وقال له ببساطه ما هي المراه؟ سؤال بسيط جدا، احط لكم اللينك في الصفحه تبقوا خشوا، المتابعه مفتوحه اللي عاوز يتابع يعني، هتلاقوا اللينك بتاع الحلقه او الانترفيو ده اللي عمله. طبعا ده بالنسبه لي كواحد يميني لا يؤمن بهذا الغراء شيء مضحك، لان تخيل ان النسويات قعدوا هم واللي بيسندوهم يصدعونا بحقوق المراه والرجل القمعي اللي بيظلم المراه، واذا الترند الجديد بتاع الجندر بيلغي المراه اصلا. بمعنى لو انت دخلت على شات جي بي تي او بارد، انا بستخدم بارد احيانا في شغلي يعني، بارد اللي هو بي اي ار دي بتاع جوجل ده زي شات جي بي تي، اساله ببساطه شديده، اساله بالانجليزي ما اعرفش بالعربي هيطلع لكم ايه يعني، اساله وات از ا وومن او ديفاين ا وومن، هتلاقيه كتب لك، انا عملت التجربه دي عمليه قبل الحلقه عشان اشوف هيقول ايه، طلع لي موضوع انشا طويل جدا، بس انا لو قريت لك اول سطر منه خلينا اقرا. Defining a woman is complex and is a complex issue with no universally agreed upon answer. يعني موضوع معقد وغير متفق عليه عالميا. اليس هذا شيء مضحك بالنسبه لحبايبنا النسويات؟ ان انتم ما عدتوش موجودين اصلا. حقوق مرأة ايه؟ اذا كان اي حد يقدر يدعي ان هو مرأة دلوقتي، انا لو في احدى الولايات اللي بتطبق القوانين الجندر زي الولايات الزرقاء الديمقراطيه يعني، انا اقدر ادعي اي ايدنتيفاي از وومن، اقدر اعرف نفسي كانثى. طيب ده يؤدي لايه؟ يؤدي ان انا اخش غرف ملابس الستات، اخد منح دراسيه بياخدها الستات لان انا اعتبر ست، اشارك في رياضات الستات، وطبعا هكسب لان اكيد انا جسمي كذكر اقوى منهم، وبالتالي نجد ان المراه اللي كانت بتتكلم عن حقوق المرأة دلوقتي هم لغوا المرأة وخلوا أي حد يبقى مرأة مجرد عشان هو بيعرف نفسه كمرأة، والعكس طبعا. طبعا بس أكيد المعظم بيحاول يعرف نفسه كمرأة عشان المرأة ليها مميزات أكتر في المجتمعات الغربية. يعني الموضوع ببساطة تحول من أنا أكون مرأة بأعضائي وبالتالي يبقى لي حقوق مرأة وطالب بحقوقي كمرأة في المساواة إلى آخر هذا الصداع بتاع النسويات، الى ان اي حد انا دلوقتي اقدر اعرف نفسي ان انا مرأة في احدى الولايات دي واخد كل الحقوق بتاعة المرأة. ايه رأيكم؟ وده بيفسر لك ليه ان النسويات التقليديات والمثليين حتى حاليا هم ضد نظرية الجندر، لان هم اكتشفوا ايه ده، احنا اتضحك علينا، اكتشفوا انهم useful idiots دايما بيتم استخدامهم، وما ينتهي دورهم. احنا اتكلمنا عن النسوية قبل كده واتكلمنا كيف نشأت النسوية، وانا من اللي بشوفه من النسويات اللي بيعلقوا في القناة ان هم فاكرين واحدة كتبالي النسوية هي اللي ادت لتقدم الغرب، يعني دي واحدة مش بس ما عندهاش فكرة عن الغرب اللي بتتكلم عنه، لا دي حتى ما تفرجتش على باقي المحتوى، ما تفرجتش مثلا على حقيقة كيف نشأت النسوية ومين اللي ورا النسوية، لكن ده موضوع تاني مش عاوزين نخرج عنه. عاوزين بقى نتكلم على المظاهر الاجتماعية، يعني نظرية الجندر دي ادت لايه ومين بيستخدمها وليه؟ احنا قلنا من شوية ان في حاجة اسمها جندر ديسفوريا، ان في حالة طبية فعلا ان في حد بيبقى مش مستريح في جنسه، بس برضو ما قلناش ان هذه الحالة بتبدأ منذ الطفولة، ما فيش واحد بيبقى عادي وبعدين يجي في المراهقة يقولك بص انا حس ان انا مش مستريح في جنسي، ده تهريج. فدلوقتي في دول زي كندا مثلا على حد معلوماتي، ولو في حد من كندا يا ريت يصلح لي، الطفل مش محتاج موافقة أهله، الطفل أو المراهق، عشان يغير جنسه. طبعا مين اللي تلقى في هذا الموضوع؟ حبايبنا اليسار التقدمي. طيب اليسار التقدمي عمل إيه؟ حول هذه النظرية إلى ترند بيسموها social contagia، يعني contagia اللي هي بتتنقل بالعدوى،
ويمكن انتوا تعرفوا ان في اوساط المراهقين وخاصه المراهقات السوشيال كونتاجيا دي منتشره، وانتوا تعرفوها حتى لما تلاقوا واحده حصل لها اغماء وبعدين الفصل كله يغمى عليها بالعدوى. بس كان طول عمر السوشيال كونتاجيا محصوره في فصل، في مدرسه، في مدينه. انما مع السوشيال ميديا بقى حول الى ترند عالمي، كل حاجه، كل كونتاجيا في العالم بقت عالميا. فمثلا من امثله الكونتاجيا اللي يمكن انتوا سمعتوا عنها، في بنت كوريه جوعت نفسها عشان تخس لغايه لما ماتت. الغريبه ان في كتير عملوا زيها وماتوا برضو، فدي سوشيال كونتاجيا يعني، فبتنتشر في اوساط المراهقات. فبالتالي كل واحده عندها حقد على الذكور، بتكره الذكور، بتكره ابوها السلطه الابويه، عايزة تتشهر، عندها غضب من المجتمع، تعلن أنا هغير جنسي. فالموضوع تحول إنه بقى زي التاتو أو في الحلق. ما أنتوا لو ترجعوا لتاريخ الحلق، الذكور لما لبسوا الحلق في مع الثورة الجنسية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، دي برضو كانت سوشيال كونتيجي، هي نوع من التمرد على المجتمع. نفس الحكاية التاتو، وانا حتى بشوف ان بقى عندكم هذا الترند في مصر، بشوف الشباب عاملين تاتوهات والمطول شعره وعامله بوني تيل. ما هي دي سوشيال كونتيجيا. دايما السوشيال كونتيجيا بتكون هدفها ان انا عايز احس ان انا مختلف، ان انا مميز. لكن اللي ما بيقدرش يفهمه هؤلاء المراهقين ان لما السوشيال كونتيجيا بتنتشر، مثلا انت لبست حلق عشان تبقى مختلف وعشان تطلع لسانك للمجتمع، فلما كتير بيلبسوا حلق بتتحول من ان انت مختلف لانك عادي. ما خلاص، مين اللي هيبقى مختلف؟ اللي مش هيلبس حلق. فدي مشكلة السوشيال كونتيجيا. فاليسار اخذ هذا المفهوم وحوله للترند في اوساط المراهقين. واحنا قلنا ان اليسار التقدمي دايما عنده فكرة التسوير، انتوا مظلومين، انتوا المجتمع بيضطهدكم، تعالوا انضموا للثورة. وده يشرح لك ليه دايما زباين اليسار، اما المراهقين او المعدمين او الهامشيين، لانه هو بيستخدم دايما، احنا قلنا اليسار والاسلاميين الاثنين بيستخدموا النقمه والتسوير، واحد بحجه الظلم والتاني بحجه البعد عن ربنا والفساد. فدي جزء من الايديولوجيا، ان هو لازم يستهدف مجموعه بشريه ويفهموا ان انتم مظلومين وتستحقوا احسن من كده، وان ما فيش عداله وما فيش عداله اجتماعيه الى اخره. فطبعا اليسار التقدمي والانفلونسرز بتوعه على السوشيال ميديا اللي تحولوا انهم بيلعبوا دور بديل للدكاتره. فبعد ما كنا دايما بنروح للدكتور تشرح له حالتك ايه فيشخص حالتك، دلوقتي لا، انت بتخش على السوشيال ميديا فيقول لك انت مشكلتك ان انت محتاج تغير الجندر بتاعك. والإنفلونسرز اللي بيدعموا هذا الموضوع موجودين وبكثرة، بل وصل إن المراهقين يخشوا في ترندات للكونتيجيا، إن هي مثلا تعرف نفسها ككيكة لأنها فلافي، ويلاقوا دعم أو بوزيتيف كونفيرميشن من هؤلاء الناشطين اليسار إن أيوة أنت من حقك تعرفي نفسك ككيكة، أو حقك تعرفي نفسك ككلب. لكن ان هم يوصلوا انهم يقنعوا المراهقين ان الدكتور عمل جس، يعني اخذ عمل فرضيه عند ولادتك ان انت ذكر او انثى، وان مش شرط الدكتور يكون صح، وان انت من حقك تغير جنسك لان طالما انت حاسس بكده يبقى اكيد صح. ويتحول بقى البيوبرتي بلوكرز، اللي هو ال بلوك، يعني ام بلوك بيوبرتي اللي هو المراهقه او البلوغ، اللي كانوا بيستخدموه للسكس اوفندرز زمان عشان يخصوهم، اللي بيتحرش او بطفل او بيغتصب، كانوا بيدوا له بلوكرز عشان يقضوا على خصوبته خالص. فتحول دلوقتي ان هو ده الترند. مش بس كده، بعد البلوكرز بيبقى فيه كروس هرمونز، ان هو ذكر عاوز يقلب انثى، فبيدوا له يوصفوا له هرمونات عشان تحوله سواء للجنس ده او للجنس ده. طبعا ده شيء خطير جدا. يعني تخيل انا اجي اقول لك تعالى اعالجك من السرطان، بس انا مش دكتور، انا عندي، انا فاهم انت مشكلتك ايه. طبعا ده كلام خطير وغير مظبوط. طبعا هؤلاء الانفلونسرز بيدعوا ان احنا عندنا هدف نبيل، لان في نسب انتحار عاليه جدا في الاطفال،
فليه النسب دي موجوده؟ بحجه الجندر ديسفوريا دي، ان هو يعني عاوز يغير جنسه. طيب مش تدوروا، مش نعمل بحث اجتماعي؟ لا لا لا، احنا مش محتاجين نعمل بحث اجتماعي، احنا عارفين. مش يمكن يكون السوشيال ميديا مثلا بتؤدي للانتحار، ان البنت بتقارن نفسها بالبنت الثانيه وحاسه انها مش في حلاوتها، او الولد اللي شايف على السوشيال ميديا واحد متصور وعنده عربيه مش عارف ايه، فبيقول ده انا عمري ما هبقى زيه، فبينتحر وهو مراهق. مش يمكن يكون ده السبب؟ لا، هو بسبب الجندر. دلوقتي 7% من الأطفال في المدارس بيعرفوا نفسهم عنهم من جنس آخر، طبعا ده شيء خطير جدا. المشكلة إن كثير من هؤلاء بيندموا لاحقا ويحاولوا يعكسوا اللي عملوه، لكن للأسف العواقب دي ما بتتعكس، أو حتى لو اتعكست بيبقى حصل دامج غير قابل للإصلاح. والموضوع ما توقفش عن انا كذكر ممكن دلوقتي اخش في رياضه حريمي واعرف نفسي كانثى واروح انافس في رياضات الانثى واكسب طبعا، وده اللي بيحصل. لا، ده احنا كمان لقينا مساجين بيطلبوا تحويل جنسهم. ليه؟ ما هيروح بقى السجن الحريمي، مش كده ولا ايه؟ انثى بقى، هنعمل ايه؟ طيب افرض الطفل او المراهق قرر ان هو يغير جنسه بس الاهل اعترضوا، في دول زي كندا على حد معلوماتي ياخدوا منه الطفل، وبرضه احنا عاوزين حد من كندا يصلح لنا. وفي السويد برضه اعتقد، هو بيقول لك ذا ستيت اونز يور تشايلد، يعني الدوله بتملك الطفل بتاعك. طبعا ده نظام شيوعي بح ماركسي بحت يساري، ان هو انت ما عندكش ملكيه خاصه، انت حتى عيالك مش ملكك. طبعا مع العدد الكبير للناس للمراهقين واللي عاوزين يغيروا جنسهم نتيجة السوشيال كونتيجيا، بقى في احتقان على عيادات التغيير الجندر كلينكس، وطبعا بيتلقفهم لغاية لما ياخد دوره بقى بعد سنة، بيتلقفهم الانفلونسرز دول اللي على السوشيال ميديا ويبتدوا يقنعوهم، يعملوا لهم بوزيتيف كونفيرميشن، ايوه انت عندك حق، ايوه انت من حقك، ايوه انت قوي وقادر على التحدي. نفس اللي بيعمله حبايبنا النسويات، يعملوا بوزيتيف كونفيرميشن، بينما هو الحقيقه ان هم مجرد ضحايا لحركه مسمومه. طيب ده بيطرح سؤال، طب مين اللي ورا الترانسجندر ده وايه تفسيراته؟ اول تفسير اللي هو التفسير بتاع الناس المتدينين اللي في الغرب هنا او في المسلمين او ايا كان، ان هؤلاء مجموعه من الناس بتعبد الشياطين اللي ورا الحركه دي، بتعبد الشياطين ويشربوا دم ومش عارف دم اطفال الى اخره. الحقيقه انا مش ميال للتفسيرات دي، وفي القناه هنا احنا ما بنتناولش اي حاجه ليها علاقه بالميتافيزيكس او بالغيبيات، ما لناش دعوه. في التفسير الاقتصادي، انها دي زيها زي النسويه بتؤدي الى تفكيك الاسره وتقليل النسل، واحنا شايفين ان النسويه عملت ايه في اوروبا، ان قللت النسل، وبالتالي اي مجتمع عشان يستمر لازم معدل احلال عن طريق ان هو يبقى يكون اسر ويتناسل بيبقى تقريبا 1.1 على حد معلوماتي، يعني كل شخص يخلف 1.1، مش متاكد يعني الرقم. فطبعا لما ده ما بيحصلش بيبتدوا يتناقصوا، فبيبتدوا يجيبوا مهاجرين بثقافات اخرى، وهؤلاء المهاجرين بيبقوا بيغزوهم وتبتدي الثقافة بتاعتهم تنهار. وده رد على إحدى اللي بتقوله واحدة من الإخوة المعلقات من النسويات، اللي طبعا مش عندهاش فكرة هي بتتكلم عن إيه، إن النسوية ليه بتهدم المجتمع، أو ليه حرية المرأة ممكن تأثر سلبا على المجتمعات زي ما بيحصل في أوروبا بالظبط. ما هو أوروبا بتنهار، أوروبا الغربية على عكس الشرقية، لأن الشرقية مش مضروبة بالفيمينيزم زي الغربية، أوروبا حاليا بتتحلل. فبالتالي التفسير ده اللي هو بتاع السكان أو التفسير الاقتصادي، إن احنا عاوزين نقلل عدد السكان، والترانسجندرية هي المرحلة ما بعد النسوية، يعني النسوية ابتدينا الموضوع مع النسوية، دلوقتي دخلنا في الترانسجندرية، وإن احنا لغينا خالص بقى مفيش حاجة اسمها راجل وست، وبالتالي ما فيش مانع خالص ان انت تحول جنسك. وطبعا طالما حولت جنسك لا يمكن هيبقى لك اطفال او تخلف، لان انت هتبقى البيوبرتي بلوكرز والكروس هرمونز دي بتؤدي الى قتل اي نوع من الخصوبه، ما خلاص. لكن في تفسير بقى اللي انا ميال ليه اكتر، اللي هو التفسير التكنولوجي او العلمي، الهيومن اوجمنتيشن. وانا كنت اتكلمت على الهيومن اوجمنتيشن قبل كده في الحلقه بتاعه ايلون ماسك، وفي
في الانترنت وحريق الكتب. والانترنت وحريق الكتب من اكتر الحلقات اللي انا بحبها شخصيا، رغم ان التصوير كان سيء جدا، وقلت ان الحلقات القديمه عشان كنت بصور بكاميرا موبايل، فارجعوا لها برضو هتفيدكم. يعني الهيومن اوجمنتيشن يعني ايه؟ يعني دمج البني ادم مع الاله، مع الشيبس او الشرائح الالكترونيه. والهيومن اوجمنتيشن ده ليه كذا نوع. النوع الاولاني الاوجمنتيشن التعويضي، يعني مثلا واحد ما عندوش رجل هنركب له رجل صناعي، او واحد ما بيشوفش فهنركب له شيب او شريحه زي بتاعت ايلون ماسك عشان يرجع يشوف. فالحاجات التعويضيه دي حاجات انا شايف انها انسانيه وكويسه وبترفع معاناه البشر، وده يمكن من اهم الجوانب الايجابيه للعلم انه يحسن حياتنا. الناحيه الثانيه من الاوجمنتيشن ان انا ما عنديش حاجه محتاج اعوضها بس عاوز اعمل تحسين، يعني انا عيني شغاله وبشوف بس هركب بايونيك اي، عين خارقه او ودن خارقه، او هركب شرايح في دماغي تخليني اطفي الكمبيوتر وافتحه بالتفكير. النوع الثالث بقى اللي هو دمج الانسان مع السايبر سبيس، ان انت بدلا ما حضرتك دلوقتي متصل او بتشوفني عن طريق آلة او جهاز، يعني اللي هو جهاز الموبايل مثلا اللي هو كونكتد بالانترنت، لا انت نفسك كبني ادم هتبقى كونكتد، يعني انت مش محتاج تتفرج عليا، انت مخك هيشوفني عن طريق استقبال اشارات من السايبر سبيس او الفراغ الافتراضي، وانت هتبقى نفسك عبارة عن خليط من البني ادم والشبات، وكلنا هنبقى متصلين، وهيحصل بقى اوجمنتيشن من نوع جديد ان احنا نتحول الى نوع جديد من البني ادم اللي هو خليط بين البني ادم وبين الاله. وانتوا شفتوا على فكره هذا الموضوع في فيلم ترمينيتور مثلا، وفي افلام كتير حاليا بتتناول هذه الفكره، ان الانسان المدمج مع الاله. لكن ايه علاقه الاوجمنتيشن بالجندر؟ انت كده لخبطتنا. ما هو حضرتك جزء من الاوجمنتيشن ده ان انت مش هتخلف بالطرق العاديه راجل وست، لا 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 لا، ده هيبقى في ارحام صناعيه وهي اللي بتحمل الطفل والطفل بيتولد. كمان جزء من الاوجمنتيشن هو الجين اديتنج، انك هتلعب في الجينات، وده ممكن يبقى كويس لو احنا مثلا عاوزين نلغي مرض السكر من البشريه، حلو. لكن هل الموضوع هيتوقف عند كده؟ فهو لازم عشان الفكرة دي تتم لازم يلغي أصلا الأفكار التقليدية كلها. مفيش حاجة اسمها ذكر وأنثى وتتجوز وتعمل أسرة وتخلف، لا احنا هنخش في عالم جديد جدا بمفهوم جديد تماما، إن أنت عبارة عن خليط من البشر والآلة، وبالتالي مش بس أنت اللي مختلف، لا كل أنشطتك هتبقى مختلفة بما فيهم التزاوج نفسه. فبالتالي ما فيش معنى اني مور ان انت تبقى ذكر او انثى او يبقى لك دور جندري، احنا عاوزين نحطم كل ده ونخش في مجال او طريقه جديده ومفهوم جديد للبشر. على فكره ارهاصات هذا الموضوع موجوده حاليا، بص حواليك هتلاقي السكس تويز اللي بيتجوز عروسه ان هو هيفصل لك عروسه بمواصفات انت عايزها، او هيفصل لها عريس بالاي اي بمواصفات هي عايزاه. حتى قبل كده فكره الفايبريتور، الفايبريتور ده هو جهاز صناعي يعوض، انا مش عايز اتعامل مع الرجاله وقرفهم ومشاكلهم وتحكماتهم، بس انا محتاجه حاجه محدده من الراجل، احنا هنديها لك على هيئه مكنه. طبعا اللي عايش في الغرب عارف ان الحاجات دي السكس تويز ادت لمشاكل، زي مثلا ان هي لما تتعود على الاداء بتاع المكنه خلاص لا يمكن هتقدر تتعامل مع الشخص الطبيعي بعد كده، عاوزه واحد بقى من المقاولين العرب يجي لها بالمكنه بتاعت حفر الانفاق دي، بتاع الحفر على الناشف عشان يدوبك تحس، فدي مشكله كبيره. وحتى حاليا لو انت تدقق فكره الافاتارز، او ان انت هيبقى في حاجه اسمها سايبر سبيس، وان ميتا شركه ميتا بتاعت الفيسبوك بتبيع اراضي في الفراغ، تشتري حته ارض في الفراغ، هو كل ده تمهيد ان انت هتبقى جزء من السايبر سبيس، هتبقى جزء من الفراغ الافتراضي، هتبقى انت والفراغ الافتراضي حاجه واحده، مش زي دلوقتي انت بتتصل بيه لما تحب عن طريق انك بتفتح التليفون، لا انت هتبقى مدمج معاه جزء منه. طبعا ده هيؤدي هذا الطرح
بالضرورة يؤدي إلى أسئلة أخلاقية وفلسفية، زي مثلا معنى الإنسان، هو يعني إيه إنسان؟ أنا لو عندي القدرة أن أركب عين خارقة، هل هسمح لك أنت كمان تركب عين خارقة؟ فهل الموضوع ده هيبقى للكل، ولا هتظهر لنا فئة جديدة من السوبر هيومنز أو البشر السوبر اللي هيتحكموا بقى في هؤلاء الباقيين ويستعبدوهم؟ كل دي أسئلة بتتبحث او لازم تتبحث. واحنا حتى شفنا ازاي السوشيال ميديا او الفيسبوك تحديدا، اللي هو الشعار بتاعه كونكتنج بيبل، تحول الى مكان للناس بتتراشق فيه، فهو ما حصلش كونكشن. هو ادى الى تخريب العلاقات الاجتماعيه، ادى الى تخريب الكثير من العلاقات بين الرجل والمراه، معظم الانفصالات بتنشأ، ده بالإحصائيات ارجعوا لها دوروا على بيو ريسيرش هتلاقوا الحاجات دي، بسبب السوشيال ميديا والمشاكل اللي بتجيب السوشيال ميديا. فبالتالي احنا لازم نتعامل مع هذا الموضوع بحرص، لان احنا لسه ما نعرفش ايه هي نتائجه. وهنا يقول لك فرق جوهري بين اليمين واليسار، اليمين اللي انا حضرتي بنتمي ليه، واليسار التقدمي اللي هو بتاع الحاجات دي، ان اليسار دايما ميال لتجربة الجديد بدون حساب جيد للعواقب. اليمين لا، عشان كده اليمين بيسموه محافظ. احنا لازم ندرس كويس قبل ما ناخد خطوه، ما ناخدش خطوه الا لما نكون دارسين العواقب جيدا. وعشان كده هتلاقي دايما اليمين ضد الثورات. شفتوا انتوا طبعا اللي حصل في يناير، يلا ننزل نشيل مبارك، ما هو ده يناير وثورات الربيع العربي دي يسار اليسار، كان وراها اوباما والشله الديمقراطيين، حبايبنا الديمقراطيين. طيب انت دخلت لعبت في التوازنات، حسبت العواقب، لا لا لا، هو السوق هيصلح نفسه السوق. طب ما هو ما صلحش نفسه. طب اللي نزلوا ومشي ورا هذه الشعارات اللي هم بطبيعه الحال ميالين للفكر اليساري حتى لو مش عارفين تعريفه، طب هل انت فكرت في العواقب؟ لا لا. طب فكرت بعد ما هتشيل مبارك هيحصل ايه؟ فكرت لما تلعب في التوازنات هيحصل ايه؟ لا، كل ده ما يهمه، لان هو هارد وايرد بصوره او باخرى، او متبرمج ان هو هادف يسار في تفكيره. فده اختلاف جوهري بين اليمين واليسار. وهنا احنا لازم نفكر في شويه حاجات. يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي اشوف ان العلم شيء جيد جدا والتقدم شيء جيد جدا، لما يعالج الاوبئه، واحد ما بيشوفش يخليه يشوف، يحسن حياتنا. انما ان انت تلعب ديليبريتلي يعني عن عمد وبدون سبب، احنا ما عندناش مثلا وباء بنعالجه، لا ده احنا عاوزين نلعب في توازن الطبيعه، لان احنا اصلا الاتجاه ده او الفكر ده اللي هو اليسار التقدمي هو بيرفض فكره الاصلي او فكره الطبيعه او فكره الفطره لو انت بلغه الدين، هو يرفض هذا. هو بيقول لك ما فيش اصلي، انا اله، انا اللي هصمم الاصلي. فانا شايف ان ده دي وقاحه وصلف بعيد خالص عن اي تفسير ديني، لان انت اتفه واضعف من كده. انت بيجي لك فيروس ما بيتشافش الا بالميكروسكوب بيقضي عليك. فماذا لو انتهت هذه التجارب وهذا العبث الى كارثه؟ وخاصه ان احنا دايما بنتصور ان هؤلاء الاليتس، ومتهيألي المصريين بالذات اكتر ناس يفهموا الموضوع ده لما يفكروا فيه، ان احنا دايما متصورين الناس اللي هم في القمه دول هم دايما عباقره وعندهم خطه بس احنا مش عارفينها، لانهم مخبيين علينا عشان يفاجئونا. واحنا شفنا ده قبل كده في موضوع صدام حسين، وشفنا ده في ثوره يناير. دايما في الفكره دي ان هناك قدرات الهيه عند هؤلاء بس هي مستخبيه، عندهم قدرات خارقه بس احنا مش فاهمينها ومش عارفينها، لان طبعا احنا بشر عاديين ما ينفعش نفهم اللي هم فاهمينه. ماشي، بس ماذا لو اتضح ان هؤلاء هم مجموعة من الحمقى اللي مش دارسين العواقب؟ ماذا لو ما كانوش عباقرة زي ما احنا بنعتقد؟ ماذا لو كانوا جشعين وغير اخلاقيين؟ ماذا لو كانوا غير مكترثين باللي يحصل؟ زي جون ماني كده. ما هو جون ماني ده كان شخص عديم الضمير، حتى اللي عمله ده ابعد ما يكون عن روح العلم او الروح التفكير العلمي، ان هو بيزور النتائج. ماذا لو كان هؤلاء الاليتس بالشكل ده، او الطبقه اللي عاوزه تتحكم في مقدراتنا بالشكل ده، وانتهى الحال الى كارثه. احنا شفنا ان
استخدام الوقود الاحفوري في محركات الاحتراق الداخلي، سواء الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والبترول والحاجات دي، ادى الى تغيرات بيرمننت او تغيرات جذريه في المناخ مثلا، رغم ان الانسان ما كانش هدفه انه يلعب في الطبيعه، هو كان مجرد عاوز يحسن حياته، يعمل اوجمنتيشن تحسيني، ان انا بدل ما سرعتي 6 كيلومتر في الساعه كبني ادم انا عاوز اجري، عاوز انتقل بسهوله. فهو الراجل ما كانش كان نيته خير. دول بقى ما عندهمش مشكله بيعالجوها، لا ده هو قرر ان هو اله وقرر ان هو يلعب في الطبيعه مجرد عشان هو عايز يستكشف ويعرف واتس نيكست. ده كلام خطير جدا. واذا كان في شيء مهم على الهامش كده عايز اقوله من الموضوع ده، حبايبنا الملحدين الجدد اللي اتكلمت عنهم في اكتر من حلقه، يعني تناولوا موضوع العلم ده with a pinch of salt. يعني اما تكلمهم يقول لك انا مؤمن بالعلم، يا حبيبي وكلهم ادب، يعني انا كواحد شغال في مجال، قعدت عمري كله شغال في مجال التكنولوجيا، انا عارف مدى قصور العلم، وعارف قد ايه ان هناك الكثير من الخداع في المجال العلمي وكثير من الهكس، لكن هو عشان ما بيعرفش الكلام ده، عشان هو اصلا ملوش في العلم ومش راجل علمي، فهو هو بيستبدل صنم بصنم. هو كان بيعبد الدين، فهو قال لك بس احنا هنشيل صنم الدين ونعبد مكانه العلم. طب انت تعرف هو ايه العلم؟ هل انت واثق في الاوثنتيسيتي بتاع العلم او العلم اللي بيوصلك؟ طب ما هو ده علم. جون موني ده راجل مفروض عنده اوراق بحثيه وراجل عالم، ولو قال لك انه خريج هارفارد اوبا ده يبقى حاجه رهيبه. هل ده علم ولا نصب؟ فبالتالي يا ريت بتوع انا اؤمن بالعلم واؤمن بدين الانسانيه على مهلكم شويه، وبلاش الخروج من تطرف الى تطرف، لان الامور مش بالبساطه والسطحيه اللي انتوا بتتناولوا الامور بيها بالشكل ده. طبعا ده مش معناه ان انا ضد العلم، لان انا عارف ان العقليه الشرق اوسطيه بتفكر بالمخالفه او المغايره، طالما انا قلت ان ده مش حلو يبقى بالتاكيد انا مع العكس. وحتى ده كلام النسويات اللي دخلوا وعلقوا، طالما انت بتقول ان الراجل والست مش متساويين يبقى انت اكيد مع القمع، مع ان الراجل يمسك المراه يفرم. الحقيقه ده ملوش اي علاقه باللي انا بقوله، ده فهمك انت اللي انا بقوله نتيجه خلفيتك. فانا ما نتكلم في الموضوع ده لاحقا، يعني عن فكره المساواه هنتكلم عنها بالتفصيل وفلسفيا هي ايه، وهديكم امثله عمليه عشان تفهموا الفرق بين اليمين واليسار في التفكير في موضوع المساواه ده. انت اكيد تقدر تستنتج من كلامي ان انا ضد الاتجاه ده، وضد ان فكره المساواه بين اي حاجه واي حاجه، يعني مفيش حاجه اسمها الراجل والست متساويين او متماثلين، ده عبث. انت لما بتروح تاخد كلى من كائن تاني، لو انت اخد الكلى من كائن الكروموزومات بتاعته او من جنس مخالف، احتماليه ان جسمك يرفض الكلى اكبر بكتير، ويا ريت لو في دكتور بيتفرج يصحح لنا. مفيش حاجه اسمها سوشيال كونستراكت اللي هو سياق اجتماعي، في حاجه اسمها ان في اصلي والمجتمع برضه بيأثر، هو ده الكلام المظبوط. انما لا كلام اليسار المتطرف اللي هو بيشوف ان الموضوع كله سوشيال كونستراكت، ولا كلام اليمين العنصري اللي بيشوف انه كله اصلي ومفيش اي مجال للمجتمع وتاثير المجتمع، الاثنين متطرفين وانا لا اتبناهم كواحد بينتمي لليمين المدني. طبعا ما نقدرش نتجاهل في الحلقه ليه اليسار التقدمي بيتم استخدامه واستخدام افكاره للترويج لهذه الافكار، لان احنا قلنا قبل كده في الحلقتين اللي ذكرتهم النسويه والمساواه والتسامح المدمر، إن اليسار التقدمي هدفه هدم كل ما هو قديم. وقلنا إن هدم ما هو قديم قد يكون شيء إيجابي وضرورة للتطور، بس بشرطين. الشرط الأولاني إن أنت تكون انتقائي، لأن مش بالضرورة كل ما هو قديم سيء، وكل ما هو حديث بالضرورة جيد، مش شرط أبدا. الحاجة الثانية إن أنت لما تشيل السيستم تعمل لنا سيستم مكانه، وده حتى بنشوفه في حبايبنا الملحدين الجدد اللي انا بعتبرهم طبعا يسار تقدمي بلا ادنى شك بعلمهم او بغير علمهم. يعني ايه المشكله بتاعت الدول دي؟ الاسلام، الاسلام سبب التخلف. طيب هتشيل الاسلام تحط ايه؟ لا ما فيش. هتشيل مبارك تحط ايه؟ لا ما اتفقناش. فدي مشكله. المشكله ان هو بيشيل السيستم بس ما بيحطلناش سيستم مكانه، ما عندوش تصور، هو تفكيكي زي ما انا قلت قبل كده، فوضوي يؤدي إلى التحلل، هو هدفه التحلل. فأي حد عايز يحلل المجتمع هيستخدم اليسار التقدمي، لأن اليسار التقدمي فكره تحليلي تفكيكي، هنفكك هنهدم كل ما هو قديم اللي هو بالضرورة هيبقى كل حاجة يعني، ومش هنحط مكانه حاجة،
وعشان كده برضو هتلاقي اللي بينتموا لهذا الفكر سواء بعلمهم او بغير علمهم هيرددوا المقولة الحديثة اللي انتوا بقيتوا بتسمعوها تنمر بولينج. والتنمر الحقيقة هم عمالين يرددوا زي الببغان، بس هم مش فاهمين التنمر ليه نوعين. في ان انا اتنمر على شيء اصلي مثلا حاجة في شكلك، وده ملوش اي معنى، لان اي سلوك او اخلاق مفروض يبقى لها هدف. ايه الهدف ان انا اتنمر على حاجة في شكلك؟ مش هتأدي الحاجة، ده نوع من الاجرام. انما في تنمر سلوكي، التنمر السلوكي ده هو اللي بيحفظ مقاييس المجتمع ويمنعها من التحلل. يعني لما الطفل الذكر يقول له خليك راجل، ويبقى يضطر يسلك سلوك معين عشان ما يتمش التنمر عليه من زمايله، ده بيحفظ مقاييس المجتمع. هو يقول لك لا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويتحرر من الرجولة السامة مثلا، يعني لو خدنا المثل ده، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. ما هو ده التحلل، ما هو ده اليسار التقدمي، فكرة التسامح المدمر اللي اتكلمت عنها في الحلقة اللي قلت عليها. لكن برضو عشان الحق ما نقدرش نتكلم على اليسار التقدمي بدون لما نتكلم عن الرأسمالية وعلاقتها بهذا السفه. أنا كراجل رأسمالي ما ينفعش يعني ما ينفعش أتجاهل ده، لأن ورا هذا الترانسجندر الحركة دي في صناعات أدوية وهرمونات وقصة الرأسمالية المدمرة. والرأسمالية أنا شايف إنها ابتدت تنحرف عن المفهوم الأصلي بتاعها، لأن الرأسمالية أجمل ما فيها فكرة التنافس وإتاحة التنافس عشان أنا أخد الأفضل. لكن لما الموضوع يتحول من تنافس إلى احتكار زي اللي موجود دلوقتي، ما عادش في حاجة اسمها رأسمالية، بقت كروني كابيتاليزم، نوع مريض من التنافس. لأن أنا دلوقتي عشان أحدد اختياراتي لازم يبقى عندي معلومة. طب إذا كنت أنت ما تقدرش تهاجم الترانسجندريزم مثلا يعني، عشان هيتم وصمك بان انت ترانس فوبيك، كلمه فوبيك دي اللي بيحطها ورا اي حاجه. فبالتالي فين هنا المنافسه؟ فكره المنافسه، هختار ازاي؟ هختار بين فكرتين ازاي؟ هختار بين منتج ومنتج ازاي؟ وانت عندك اصلا بقى في شموليه في المعلومه، ان الشموليه ان ما تقدرش تختار بحريه بين اشياء، لا انت عندك اشياء مغضوب عليها وأشياء مستحبة، أشياء لو اخترتها هتبقى فوبك، وأشياء لو اخترتها هتبقى إنسان عظيم. فدي مش رأسمالية، دي شمولية، ده نوع جديد من الماركسية آخد طبقة رأسمالية. وحتى أنا بشوف إن الصين نفسها هي نتاج هذا النمط المريض من الرأسمالية. ليه؟ لأن أنت على فكرة هو الصين دي مين اللي عملها؟ ما اللي عملها هو الرأسمالية الأمريكية. إن أنا كرأسمالي ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أروح افتح المصنع بتاعي وانقل التكنولوجيا للصين عشان اعمل منتجات بسعر ارخص كتير. طيب وبالنسبه لاهل بلدك مش هيلاقوا شغل، بالنسبه للتكنولوجيا اللي في بلدك هتتنقل للصين فالصين تبقى اقوى، مش مهم، المهم انا. طب والناس اللي مش هيلاقوا شغل، يغرف ده. فده نمط مريض من الراسماليه، والصين هي نتاج الجشع الراسماليه المنحرفه اللي موجوده حاليا في الولايات المتحده. والشيء بالشيء يذكر، ما نقدرش نتجاهل دور العلم وتسييس اليسار للعلم. انا كواحد مفروض ان انا بشتغل في المجال العلمي، انا بقول لك ان حاليا كل الجوائز العلميه، الجوائز الفنيه، الجوائز السياسيه كلها مسيسه. ما عادش في حاجه اوثنتك، ما فيش حاجه دلوقتي تقدر تضمن نزاهتها، ومش دي الاسس اللي اتبنى عليها الغرب على فكره، ولا الحضاره الغربيه. هتلاقي حاليا مثلا في الولايات المتحده ان فجاه ظهرت ابحاث بتقول لك ان الماريجوانا دي احسن شيء في الوجود، بتعالج من الاكتئاب، وزي شربه الشيخ محمود اللي بتنزل دول، كل حاجه بتعمل كل حاجه. طب يا جماعه الكلام ده، طب انتوا كنتوا بتسجنوا تجار المخدرات ليه؟ طبعا الكلام ده كله ربش، يعني كله كلام فارغ، في الاخر هي مخدرات. لكن انت تخيل ان وصل ان البيزنس سياسة تخش في العلم اللي هو السوليد ساينس، مش الأطروحات، مش علم الاجتماع والفلسفة ولا وجهات النظر زي اللي بنطرحها هنا في القناة، لا 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 لا، السوليد ساينس، إن العلم بقى اللي هو البحث العلمي يتم تسييسه ودخول المال فيه، وبالتالي بقى النتائج تطلع متفصلة. فده شيء خطير جدا. عموما ما نقدرش نقفل الحلقة دي قبل ما تسألني سؤال، طب أنا مالي بكل الهري ده؟ يعني أنا مالي؟
مبدئيا رقم واحد عايز اقول لك، اذا كنت فاكر ان انا بتكلم على الغرب بالطريقه دي عشان انا بكره الغرب او شايفه امبريالي زي اليسار او شايفه كافر زي الاسلاميين، فانت مخطئ. انا محب للحضاره الغربيه وانا مواطن غربي، ومعارفي كلها اتبنت من القراءات بتاعتي لفلاسفه الغرب، ابتدت في سن 20 بالصدفه البحته، يعني نبقى نحكي عن الموضوع ده في وقت تاني. فانا بحب الغرب، واللي بيحب الغرب او بيحب اي حاجه بيصلحها مش بيسقف لها في الغلط. وده يقودنا للنقطه الثانيه، قبل ما تشيطن الغرب وتشوف ان هؤلاء عندهم دياسه ومش عارف ايه، اعرف ان انت بتعرف عن عيوب الغرب من الغربيين نفسهم، زي مات ويلش اللي انا قلت هحط لكم الفيديو بتاعه على صفحه الفيسبوك. لان الغرب مليء بالناس الاحرار الشرفاء اللي عندهم شرف ونزاهه وما بيسكتوش على الغلط وبيصلحوا بلادهم وبينقدوها، فمن فضلك ما تاخدش هذا النقد وتستخدمه عشان تبرر لنفسك بص ما هم برضو وحشين. لا، ما فيش وجه للمقارنة، انت بره التاريخ. احنا بنكلمك عن ده لهدف هقوله لك دلوقتي. الهدف بقى الاهم او رقم ثلاثة، انت بتحكي لنا الكلام ده ليه؟ لان الحقيقة انا بتجيلي اسئلة كتير من الشباب الصغير، طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحقيقة أنا معرفش إيه الحل، لكن أنا اللي في إيدي أعمله إن أنا هنقل لك خبرات، عصارة خبرة وعصارة تجارب وتجارب من بلاد تانية سبقتك في الحلو وفي الوحش، عشان أنت في الحاجات دي هتخليها في خلفيتك، لأن أنت مش بالضرورة هتهضم كل اللي أنا بقوله. أنا بلاقي شباب صغير فاكر إن هو لما الفيديوهات دي مثلا اللي أنا بعملها منهج، لما هيذاكره هيطلع من الناحية التانية فاهم اللي أنا فاهمه. طبعا ده مستحيل، انت ما عندكش من الخبره ولا خدت من الوقت ولا المشاهدات ولا التجارب في الحياه ان انت تقدر تهضم كل اللي انا بقوله. انت هتاخد الكلام اللي انا بقوله اللي قد يكون غلط او صح، وهتوزنه تقيسه على الواقع حواليك. عرفت توزنه ولقيته صح، حلو خد بيه. عرفت توزنه ولقيته غلط، تجاهله. اما لو ما عرفتش تهضمه كله او فهمت سطحه بس ما قدرتش تفهم اعماقه، فمش مشكله، ما تقلقش، حطه في خلفيتك، خليه كده في الخلفية لغاية لما في يوم من الأيام وانت ماشي هيقابلك موقف، ممكن تروح الفكرة طالعة منورة في دماغك، الكلام ده أنا سمعته قبل كده، دلوقتي أنا فهمت هو كان قصده إيه. وهو ده بقى اللي هيخليك تلاقي الحل، إن انت في حد قبلك نقل لك خبرة، ففي يوم من الأيام لما تنضج كده وتبقى في نص الثلاثينات في نص الأربعينات أيا كان، تلاقي انت بقى حل وتغير مجتمعك. هكون انا مش موجود، بس انا هكون كده عملت الدور اللي عليا، او اللي بتصور ان هو الحاجه اللي في ايدي اللي اقدر اقدمها لك، اللي هي عصاره الخبره والتجربه. اتمنى ان انا اكون فدتكم، وشكرا واشوفكم في الحلقه الجايه.